بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 38 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل آدم إبراهيم من السودان. أخونا في أحد أسئلته يقول: في يوم الاثنين والجمعة يتجمع بعض الناس ويذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل جماعي، هل هذا التصرف صحيح؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذا العمل الذي ذكره السائل وهو الاجتماع في يوم معين في ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بصورة فردية أو بصورة جماعية، كل هذا بدعة لا أصل له، وهذا من الغلو والإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم الذي يخشى أن يفضي إلى الشرك. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه الشيخان. والمشروع في حقه صلى الله عليه وسلم محبته عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة النفس والأهل والوالد والولد والناس أجمعين، وكذلك متابعته صلى الله عليه وسلم وطاعته، وكذلك من حقه صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، وهذا لا يكون بيوم معين أو بصورة جماعية أو ترتيب خاص، وإنما يصلى عليه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام بغير تقيد لوقت إلا بدليل شرعي. وكذلك لا يكون ذلك بصفة جماعية صوت جماعي، وإنما كل مسلم يصلي ويسلم عليه بمفرده، إما سرا وإما جهرا، خصوصا عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي المواطن التي شرع الصلاة والسلام عليه فيها، مثل التشهد الأخير من الصلاة، وكذلك في الخطبتين، خطبتي الجمعة والاستسقاء وخطبتي العيد. هذه المواضع شرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها، فالواجب على المسلم أن يتبع الدليل في ذلك، وأن لا يتمشى على العادات والتقاليد التي أحدثها الناس ولا دليل عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك إحداث صفة للصلاة والسلام عليه أو لذكره في يوم معين أو اجتماع خاص أو في يوم مولده أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البدع المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا فيقول: ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها وتفيدنا في أمور ديننا؟ جزاكم الله خيرا. الكتب التي ينصح بقراءتها وتفيد في أمور الدين كثيرة ولله الحمد، وعلى رأسها وأولها كتاب الله عز وجل، فإن الله جل وعلا أمر بتلاوته وتدبره والتفقه في معانيه، لأنه كتاب رب العالمين. قد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تلاوة القرآن وتدبره والعمل بما فيه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله تقريراته عليه الصلاة والسلام، فيها الهدى والنور، وهي تفسير لا
للقرآن، توضيح للقرآن، وكذلك كتب سلف هذه الأمة وأئمتها الذين استنبطوا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور العقائد وأمور الفقه ما به الخير لهذه الأمة. ومن ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وابن رجب وغيرهم من أئمة الإسلام، كتب شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من أئمة هذه الدعوة المباركة، كلها كتب خير وكلها كتب هداية. وكذلك كتب الفقه من المذاهب الأربعة، مذاهب السنة والجماعة، خصوصا المختصرات منها، يعني يتعلم الإنسان من فقه دينه ما يسير فيه على نهج سليم. هذه كلها كتب مفيدة وجيدة وكلها تدل المسلم على طريق الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من المنطقة الجنوبية، تقول المرسلة واوسي أختنا تقول: هل يجوز إذا تزوجت الفتاة أن تشترط لأمها بعض المال وكذلك لجدها وعمها أو لأحد المذكورين، وذلك يتم برضا الزوج وأهله؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، أن تشترط المرأة قسما من صداقها لأبيها أو لأمها أو لأحد أقاربها، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأيضا في الحديث: ما حق الشروط أن توفوا به فاستحللتم به الفروض. فلا بأس أن تشترط المرأة أو وليها على الزوج الصداق لأبيها أو لقريبها، ويكون ذلك من جملة صداقها. جزاكم الله خيرا. تقول: يوجد عندنا عادات، إذا تزوجت الفتاة تشترط لوالدتها مقدارا من المال وتبقى عند أهلها لفترة من الزمن، ثم تقوم الأم بشراء أثاث بقدر المال الذي أخذته من زوج الإبنة، وتقيم حفلا كبيرا ثم تذهب ابنتها لزوجها. سؤالي: هل يجوز الحفل الذي يقام عند الزواج بدلا من ليلة الزفاف؟ وهل يجوز اشتراط المال لشراء الأثاث الفخم عند الزواج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إقامة الوليمة مناسبة الزواج مشروع، قوله صلى الله عليه وسلم للمتزوج أو لم ولو بفات، ولفعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج صنع طعاما ودعا الناس إليه. فالوليمة مناسبة الزواج مشروعة مستحبة، وهي من إعلان النكاح، وفيها شكر لله سبحانه وتعالى وإظهار للسرور في الزواج، وفيها تطيب لخاطر أهل الزوج وأهل الزوجة، فهي خصلة طيبة وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير إسراف، من غير تبذير، وأن يكون الطعام الذي يصنع بقدر ما يؤكل، لا يكون فيه إسراف وإهدار للمال وبلخ وسرف. وكذلك لا بأس أن يشترط على الزوج من المال ما يشترى به الأثاث للبيت، أو يشترى به ما تتجمل به الزوجة من الحلي والثياب، لا بأس بذلك، إلا أنه لا يبلغ ذلك إلى حد الإسراف في الأثاث أو الإسراف في الحلي أو الإسراف في الثياب، وإنما يكون هذا بصفة معتدلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لابد لكم من كلمة حول تيسير أمر الزواج وتخفيف شروطه حتى لا يبقى البنات عوانس في البيوت. نعم، هذه قضية مهمة، وهي الحث على تيسير الزواج وتخفيف المهور، لأن ذلك مما يعين على تزوج الفتيات وعدم عنوستهن، ومما يشجع الأزواج على الإقدام على الزواج. ومطلوب تيسير الزواج بكل وسيلة تؤدي إليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أم المؤمنين خير أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير الزواج، وكانت سنته صلى الله عليه وسلم في زواجاته وزواج بناته تيسير في المهور. واستنكر صلى الله عليه وسلم على رجل من الصحابة تزوج بمهر كثير، وقال: كأنما تنحتون الذهب من عرض هذا الجبل.
إنكارا لذلك. فكل ما فيه تيسير للزواج وتخفيف على الأزواج فإنه مطلوب شرعا، وكل ما فيه عرقلة للزواج وإعسار على المتزوج وتحميل له ما لا يطيق أو ما يشق عليه فإن هذا منهي عنه شرعا، لأن المطلوب من الزواج ليس هو حصول المال، وإنما المطلوب من الزواج مصالح عظيمة شرعية، الإعفاف للزوجين، حصول الذرية الصالحة، قيام الزوج على زوجته بالإنفاق وإغنائها عن غيره، كل هذا من مقاصد الزواج العظيم. أما المال فإنه إنما شرع من أجل إكرام المرأة، إنما شرع المهر من أجل إكرام المرأة، ولكن لا يكون ذلك بإسراف وتحميل للأزواج أكثر مما يطيقون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى جمهورية مصر العربية عبر رسالة بعث بها المستمع أحمد عبد الباقي. الأخ أحمد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن أنواع الكفر المخرج من الملة. الكفر المخرج من الملة أنواعه كثيرة، منها الشرك بالله عز وجل، دعاء غير الله، استغاثة غير الله، وطلب الكشف الضر غير الله عز وجل، كل ما لا يقدر عليه إلا الله، إنه لا يطلب إلا من الله عز وجل، شفاء المرض وجلب الأرزاق وحصول الأولاد وغير ذلك من الأمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وإنما يطلب من المخلوق الحي القادر ما يقدر عليه. أما سؤال الأموات ودعاء الأموات والغائبين والجن والشياطين هذا كله شرك أكبر يخرج من الملة. وكذلك من أنواع الكفر، من أنواع الكفر بالله عز وجل ادعى علم الغيب، الكفر بالله عز وجل ادعى علم الغيب عن طريق الكهانة أو العرافة أو الخطوط في الأرض أو غير ذلك مما يعمله الكهان والمنجمون والسحرة، هذا من أنواع الكفر بالله عز وجل. وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله، إذا كان هذا صادرا عن أن يرى أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، أو يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، أو أنه متساوٍ مع الحكم بما أنزل الله وأن الإنسان مخير، هذا كفر بالله عز وجل يخرج من الملة. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك من أنواع الكفر، من أنواع الكفر الاستهزاء بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزي بما أنزل الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن هذا لا يصلح لهذا الزمان وأن هذا زمان الرقي والحضارة وأن القرآن والسنة إنما كانت لعهود مضت، هذا كفر بالله عز وجل. وكذلك من أنواع الكفر بالله عز وجل كما ذكرنا الذبح لغير الله والنذر لغير الله وجميع ما يتقرب به إلى الله إذا صرف لغيره فإنه يكون شركا وكفرا مخرجا من الملة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا سؤال فيقول: ما هي مقتضيات كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وأن تترك عبادة ما سواه، كما قال إبراهيم عليه السلام ما حكاه الله عنه: وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فمقتضى لا إله إلا الله البراءة مما يعبد من دون الله وعبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك مقتضى لا إله إلا الله موالاة أولياء الله ومحبتهم ومعاداة أعداء الله وهجرهم والابتعاد عنهم، هذا من مقتضى لا إله إلا الله، مقتضى كلمة التوحيد: إنني براء مما تعبدون قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر تصديقه
فيما أخبر واجتناب ما لها عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أن لا يعبد الله إلا بما شرع. الواقع كلمة كبيرة جدا شيخ صالح. تتفضلون أيضا بزيادة الإيضاح لهذه الجملة الأخيرة، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. معنى ذلك المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقرب إلى الله بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والخرافات والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا لا ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. معنى أن لا يعبد الله إلا بما شرع معناه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم الإنسان على أي عمل يتقرب به إلى الله إلا إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرعه لأمته. أما ما لم يشرعه لأمته فهو بدعة وضلالة يجب تركه، ولو فعله من فعله من الناس أو استحسنه من استحسنه من الناس، فإن المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ عن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية تفسير الآية واضح، وهو أن الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر يقتضيان أن يتبرع الإنسان من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس إليه، وإن هذا كما ذكرنا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، البراءة من أعداء الله من المشركين والكفار والمنافقين لأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو له تبرع منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه. هذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمرنا باتباعها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أو إخوانهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يقول الله جل وعلا لنبيه: لا تجد، هذا لا يمكن، ثلاثة مع الإيمان: قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون يحبون، وواد معناه المحبة، يحبون من حاد الله ورسوله، يعني من كفر بالله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بدأ بالأقارب، الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، لأن موالاة الله سبحانه وتعالى تقتضي معاداة أعدائه، ولا يمكن أن توالي الله ورسوله وتحب أعداء الله ورسوله، تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك بالإمكان. هذا هو معنى الآية على سبيل الإجمال. وقد ورد أنها نزلت في أبي عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه في بدر وكان مشركا لله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن المتابعة.